ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ ما انتوا شايفين كده، هقول لكم كل حاجه عن كتكوتي النهارده. بصوا الصوره دي حلوه قوي، كان نايم فيها ودي كان بيدور على دبانه ياكلها. كان امور قوي بجد. الصوره دي بقى كنا عمالين ندور عليه في كل مكان، وفي الاخر لقيناه واقف تحت على الترابيزه دي. والصوره دي برده كان نايم، شايفين قمر ازاي وهو نايم؟ ودي عادي بيتصور كده وفرحان وبيبص للكاميرا. ودي نايم ومتغطي زي ما انتوا شايفين، الغطا على راسه بقى. ودي برضو نايم، هو على طول بيحب ينام يعني على الغطا. ودي قمر كان لسه بيصحى كده من النوم. زي ما انتوا شايفين. ودي كان بيتدفى بقى جنب الدفاية، كان فرحان قوي بقى ساعتها. دي بقى كنت بذاكر وقاعد طبعا على ملازمي وكده، ودي برضو شايفين قاعد على الملزمة ازاي، قمر قوي بجد. وبيبصلي. ودي وهو صغير خالص وانا ماسكاه، كان لسه جاي ولسه مولود. ودي طبعا مطول راسه اهو وقاعد نايم قصدي. ودي كان بياكل جوافه عادي خالص، وبيحب الجوافه قوي وعصير الجوافه. ودي شاف حمامه كان مستغرب منها، كنت ماسكاها عشان كان رايح يضربها. ودي بيشرب عصير جوافه برضو. ودي اهو بيطول راسه عشان يدخل راسه جوه الكوبايه ويشرب. ودي خلاص اهو بيشرب قطعه بيضه بقى، على فكره اكله حلوه قوي. ودي برضو اهي قاعد على الترابيزه اما كبر شويه. ودي مطور راسه كده بيشوفني انا رايحه فين من ورا البطانيه. ودي اهي مش خايف خالص من السكينه خالص، يعني مش عارفها اصلا عبيط. ودي اهو على السطح كان قاعد اهو على رجلي. ودي عمال بص، فاكر ان الكرتونه دي العشه بتاعته قاعد جواها، فشكله عجبني قوي قلت بقى اوريها لكم كده. طبعا الكوتة دي بتاكل كل حاجة يعني من البيت واي حاجة. ودي طبعا امور. ودي بيطور راسه، هو بيحب قوي يعني رقبته طويلة قوي، بيحب يبص على اي حاجة كده يا بنات. طبعا البيت بتاعه اهو، وادي التلات بيضات، وعلى طول بيبيض يعني كده كل يوم او يوم ويوم، فقلت اوريكم. طبعا هو بيبيض بيضة بقى كل يوم، وبتبقى قمر وخايف عليه قوي يعني. ايوه وهي واقفه جنبه. تعالى بقى ودي وهي نايمه بقى خلاص. طبعا لو عجبكم الفيديو يا بنات اشتركوا في القناه واعملوا لي لايك لو عجبكم. يعني انا عملت الفيديو ده لكل البنات اللي سالتني يعني ازاي بتربي كتكوتك او مربيه ازاي وكده. ده طبعا جوزناها الديك ده بس طلع عيان يعني. ودي بتاكل رز اهو، وبتنزل على فكرة من فوق من الدور السادس، بتنزل عندنا البيت لوحدها يعني، واحنا ساكنين في الدور الثالث، فمتخيلين